السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم واهلا بكم في قناه تاعي داليما كويزين. اليوم جبت لكم كيفاش لونو نوا د كوكو كي نديرو في كاش كاطو، يعني ان شاء الله نديرها لكم. بسم الله، حنلون غير شويه ماشي بزاف. بسم الله، ها راهو هذا نخليه ابيض. هنا عندي ملون غذائي اصفر، ان شاء الله ندير بها انغاتو تشوفوه معايا، يعني نديرو بشويه ونتحكمو. نزيدو نحيا من الداخل، ندير شويه ونخلط ونتحكم، نشوف كيفاه اللون تاعو. نخلط هكا ونزيد، كاش كيما اليدين فوالا. دوك نرشو بشويه تاع مزهر، تلون كيش ولا حد تشمخو الطعام كيفور، شنو ما نكتوش تا وين يتشمخ بزاف. هاوليك هاوليك، زيد له شويه برك ومن طير روح مزهر. هكا دوكا نكتفي بهذا القدر، هاكو شتو ساهل ماشي حاجه واعره. دوك نحطو في سنيوه تاع بلاستيك، نديرلو بابي كويسو ونخليه ينشف، وكي ينشف نخبيه في البلاره، وكي نستعمل هاد الكاطو اللي قلت لكم عليها ان شاء الله تشوفوها معايا. هاوليك حبيباتي، نواد كوكو تاعي اللي لونتو معاكم هاوليك، تخلوه ينشف هكا في سنيوه وتخبوه في البلاره باش ندير بها يعني هاد نواد كوكو الملون، او يتباع غالي او انا ندير بها انكاطو نوريها لكم حبيبه قلبي. في عود تشريوه غالي وتلونوه نتوما في الدار كيفاش حبيتو، على حسب لي كاطو تاعكم واش الكاطو اللي حديروا بها. هذه هي خواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون نفعتكم، ونقول لكم حبيبة قلبي تهلاو في روحكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. الفيديو واحد آخر إن شاء الله.